وللمزيد حول هذا التقرير وقبيل جلسة مغلقة لمجلس الأمن حول ملف الصحراء المغربية، ينضم إلينا الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليل الأمني. أهلا بكم سيدي. أهلا وسهلا بك، مرحبا. إذن في تقريره الأخير أشاد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسياسة اليد الممدودة للملك محمد السادس تجاه الجزائر، ما هي برأيكم المضامين التي يمكن استخلاصها من هذا الموقف؟ أولا لما نقرأ هذا التقرير نلمس فيه بوضوح أولا تعاون المغرب مع الأمم المتحدة، احترام المغرب لكل قرارات مجلس الأمن، ثم أن المغرب منفتح. لما يأتي في التقرير مرات متعددة ذكر الجزائر، ومنها أن المغرب يمد يده مرات متعددة لبناء السلم في المنطقة ولحل هذا النزاع، معنى هذا وهذه إشارة جاءت واضحة بأن الطرف الأساسي في هذا النزاع هي الطرف المباشر هي الجزائر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية وهو لما نقرأ هذا التقرير نجده بأنه ينطلق، هذه إشارة، من 2018 إلى الآن، يقول بأنه يجب الوصول، بمعنى يتحدث عن الحل السياسي ويقول بناء على القرارات من القرار 2440 الذي هو صدر في سنة 2018 إلى القرار 2654 في لسنة 2022. ما معنى هذا؟ معنى أنه يطوي كل المراحل، بمعنى الكثير من المراحل، ويظل متمسك في تقريره بمقترح الحكم الذاتي، ونجد وردت بمعنى الحكم الذاتي مرات متعددة، ويتحدث أيضا عن فكرة أن المغرب قد يقوم بعملية تعديله أو توسيعه، هذه الإشارة أتت. أيضا هناك جانب آخر وهو الأطراف، لما يتحدث عن الأطراف فهو يشير إلى المائدة المستديرة وإلى الجزائر بالخصوص كطرف أول والأطراف الأخرى. ثم هناك إشارة إلى التقدم، لما ننظر إلى لما يتحدث عن المناطق الجنوبية المغربية يشير إلى الاستثمارات، بمعنى يشير إلى استثمارات ويستعمل هذا المفهوم، ويشير إلى مجموعة من المنشآت، ويشير إلى المنتخبين وإلى الجلسات التي قام بها مبعوثه دي ميستورا إلى المنطقة، ويقدم كل المعلومات التي راجت في هذه اللقاءات. أيضا هناك إشارة أخرى يجب أن ننتبه إليها، فهو يفند ما تروج له الجزائر والبوليزاريو الحرب المزعومة، بمعنى أنه يفند هذه المسألة. أكثر من ذلك هو يكذب، وهذه يجب أن ننتبه إليها، معلومة روجت لها الجزائر وروج لها البوليزاريو، وهي أن غوتيريش استقبل إبراهيم غالي في نيويورك، يقول بأنه هناك مبعوث ممثل غوتيريش هو الذي استقبل إبراهيم غالي، بمعنى هو الذي استقبله وليس غوتيريش. نتذكر جيدا كيف روجت لها هذه الدعاية، روجت لها الجزائر وروج لها البوليزاريو. هناك أيضا إشارة لما نقرأ جيدا أنه مسألة طول هذا النزاع، هو وكأن نقول بأن الأمم المتحدة هي تقول بأن هذا النزاع طال، وأن الطرف المباشر هو الجزائر، ويحمل المسؤولية للجزائر لأنه أورد الجزائر أكثر من 20 مرة ويشير إليها. ونعرف جيدا هنا في لغة التقارير لما ترد مثلا اسم دولة مرات متعددة، معنى هذا أنها مسؤولة، هي الطرف المباشر. ثم نأتي إلى الملاحظات، هناك الملاحظات لأن هناك التشخيص وهناك الملاحظات، فواضح من خلال هذا التقرير أنه سيكون هناك قرار لمجلس الأمن، قرار ستكون فيه تحولات أخرى في الملف. نعم، في هذا الإطار. نعم دكتور، نعم في هذا الإطار، إلى نعم أي حد نعم يمكن لهذا التقرير أن يثني الجزائر عن الخروج بخرجاتها الغريبة كالخرجة التي خرجت بها آخر مرة؟ أولا آخر مرة
كانت الجزائر بمعنى في موقع مواجهة، بمعنى الجزائر في مواجهة الأمم المتحدة. حتى لما نقرأ التقرير نجد البوليزاريو الإشارة إليه كمسألة مرات ثانوية، ولكن الإشارة إلى الجزائر. الوضع هنا بهذه الإشارة أكثر من 20 مرة، ونعرف جيدا بأن الجزائر ستدخل إلى مجلس الأمن، وأعتقد بأنها هذه هي الورطة الكبرى أو الفخ الكبير. لماذا؟ لأنه آنذاك سيكون مجلس أمن، داخل مجلس أمن هناك الجزائر في مواجهة أعضاء مجلس الأمن، وهنا لا يمكن للجزائر أن تهرب من كل الملاحظات والأوامر التي تأتي في قرارات مجلس الأمن، ستكون ملزمة بتطبيقها، منها مثلا فتح المخيمات. ونجد في التقرير الحديث عن أوضاع مأساوية في مخيمات تندوف. إذن ندخل لمرحلة أخرى وهي مرحلة مواجهة مباشرة، مجلس الأمن في مواجهة الجزائر. لماذا؟ لأن الذي يقرأ جيدا قلت بأن، ولكن ليست المرة الأولى. نعم. دكتور التي يعني نعم ليست المرة الأولى التي تعطي فيها الأمم المتحدة هذه الملاحظات، لكن ما الذي سيجبر الجزائر إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات هذه المرة وتجنب هذا التهرب كما ذكرت؟ نعم، الوضع مختلف هذه المرة. نعم. ما الذي يميز هذا التقرير بالضبط؟ نعم، التقرير يبدأ من هذا المعطى، أن هناك توتر أو علاقات مقطوعة بين المغرب والجزائر. السؤال هنا، لماذا يذهب الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره إلى هذا المعطى إذا لم يكن لهذه المسألة، هذه العلاقات المتوترة هي المسؤولة؟ بمعنى هذه إشارة واضحة بمعنى أن هناك علاقات مقطوعة وأن المغرب يمد يده، والجزائر نعرف كل سلوكاتها، معنى أنها مسؤولة، وأن يضع بمعنى أنه يضع النزاع داخل العلاقات بين المغرب والجزائر. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، 20 مرة، نعم، 20 مرة يتوجه إلى الجزائر والجزائر تهرب. ثم أقول هنا، لما ستصبح الجزائر داخل مجلس أمن وأمامها قرار، ماذا ستفعل الجزائر في مجلس الأمن إذا لم تحترم قرارات مجلس الأمن؟ هذا سؤال مطروح، بمعنى أنها الآن ستسقط في فخ واضح جدا. وقلت بأنه لما نقرأ التقرير إشارة ثانوية البوليزاريو يعرقل، والبوليزاريو هنا واضح جدا أنه يكاد الأمين العام أن يستعمل، يكاد بمعنى أنه يكاد يستعمل بأنها هي آلية، أو يمكن نقول بأنها ورقة تستعملها الجزائر في هذا النزاع. البوليزاريو ليس له قرار، ولماذا في كل مرة هو يدعو إلى الآلية التي هي الموائد المستديرة ويقول كل الأطراف؟ نعم واضح. الدكتور عبد الرحيم منار سليمي، رئيس المركز الأطلسي للدراسات الاستراتيجية والتحليلية الأمنية، شكرا جزيلا لكم سيدي على كل هذه التوضيحات.